السلام عليكم، كسميت تكون كاملين داخل وعلى خير. صح جيدة ان شاء الله يا ربي، كل شيء وداك الصحه النفسيه هذيك كل شيء تمام. اليوم غادي نخطو الشهر نوفمبر، ان شاء الله يكون كامل تحقيق الاهداف اللي ما حققناهمش، اهداف شهر اكتوبر نحققهم هذا الشهر، وكذلك اهداف واخا تكون اهداف صغيره ولكن تنمي في انفسنا. لذلك غادي نخطو شهر اكتوبر، عفوا شهر نوفمبر. يلا هو معايا. من بين اهم الاشياء اللي كنحاول انني نقوم بهم خلال هذا التخطيط الشهري، كنحاول اول حاجه نزين التخطيط الشهري في هذيك المذكره اللي كنقوم بها كنكتب فيها التخطيط الشهري. ثاني حاجه كنحاول انني نكتب العادات اللي باغا نتبعهم في خلال هذا الشهر، ثم كنكتب العادات اللي باغا نتخلص منهم باش نحاول انني نتخلص منهم في خلال هذا الشهر، ثم كنكتب اهم الاشياء الأهداف اللي باغا نحققهم في هذا الشهر، وحتى الأهداف التي لم أحققهم في هذا الشهر في الشهر الفائت كنحاول أنني نكتبهم باش نحاول أنني نحققهم في الشهر هذا. ثم كنحاول نكتب عبارات تحفيزية تحفزني، ثم كنكتب كذلك رسالة نفسية في كل ما ضاقت به نفسي كنحاول أنني نشوفها باش نحاول أنني نحقق كامل الأهداف. صراحة التخطيط شيء مفيد جدا، كينفعكم بزاف في الحياة ديالكم، من بينها انكم كتعرفوا شنو كديروا في حياتكم، ما كتكونوش تالفين، ما كتكونوش مخلي الحياة اللي تحكم فيكم، كتكونوا نتوما اللي محكمين في حياتكم. لذلك حاولوا انكم تاخذوا وقت محدد باش تخططوا لحياتكم. احلام، قال لي اش من كاس في سكر؟ يعني كاين كاس واحد، كاين كاس واحد في القهوه ديال السكر، كاين كاس ديال القهوه في سكر. قال لي عام نشوفه اش من كاس في سكر. خلطتي مزيان، خلط خلص نشوف من تحت. يلا خلاص، فات هذا جني انا هنا. جاك هذا فينا وهذا؟ ايه هزي 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 كويت كويت. صباح الخير، اصبحنا واصبح الملك لله. غنشارك معكم اليوم الثاني من شهر نوفمبر. بعد ما فقت على الساعه 6 صباحا لقيت باو ناعس حدايا، من بعد صوت بلاصتي وقريت شويه الاذكار ديال الصباح. وشربت الماء، من بعد توضيت ثم صليت صلاتي، ثم قمت بعد ذلك بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد الصلاة. قمت بكتابة مهام اليوم، ثم قمت بكتابة تدوين الصباحي. من ألهمك فكرة حلقة اليوم، ما قدرت أن تبين الفاس، وجهك.